نسأل الله أن يتغمر أطفالنا بواسع رحمته وعظيم فضله وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم إن عبدك هذا قد لقيك في بلاد بعيدة نائية ونزل بك وأنت خير المنزلين، فأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبركة وارحمنا اللهم إلى ما صرنا إلى ما صار إليه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ الدرس الثاني من دروس رمضان والأول في السلسلة التي اتفقنا عليها. احنا قلنا هنتكلم لو سمحت فيري نويزي، بس خلي التشيلدرن يسكتوا. اليوم هنكلمكم ان شاء الله عن، احنا اتفقنا ان كل يوم هنتكلم عن شخصية من الشخصيات الإسلامية، وقلنا الشخصية دي قد تكون رجلا او امرأة او صحابية او تابعي او تابعي الى غير ذلك. أول حلقة النهاردة هبدأ أحدثكم عن أعظم امرأة عرفها الإسلام على الإطلاق، أعظم امرأة عرفها الإسلام. صلوا على الحبيب كده وركزوا معنا. صلى الله عليه وسلم. ليه أعظم امرأة؟ هنقول لها مكانة فضلى كبيرة في الجنة، واخدة منزلة من المنازل الأربعة الكوام النساء لحد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وحنقول عليهم هم مين. الله، إيه الحكاية؟ سيدنا النبي ما حبش قدها ولا حب حد زيها، انحصر فيها نسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل البيت كلهم انحصروا في نسلها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. نزل لها السلام من فوق سبع سماوات. ايه رايك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بعث لها السلام وبشرها بالجنه؟ امي وامك ام المؤمنين جميعا، اظن عرفناها صح. السيده من؟ خديجه. اللي يقول يا رب يحشره معاها في الجنه ان شاء الله. مين هي؟ سيدة خديجة بنت خويلد. الله يفتح عليك. احنا قلنا درسنا مش هيكون طويل، فهناخد مقتطفات سريعة. أنا عشان أتكلم عن أم المؤمنين خديجة، من أنا حتى أتكلم عنها؟ وأي وقت يسعني، لكن اسمحوا لي إن احنا ناخد حاجات سريعة. يا بتاع الحلوة عد بسرعة، الله يخليك، ربنا يحلي لك بقى في الجنة، عشان أنا لما حد بيشغلني بفصل على طول. نمرة واحد نتعرف على نسبها. هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بنت أسد، تلتقي مع سيدنا النبي في جدها الخامس. ده أنت مصمم بقى تقعد يا عم الراجل، يا رب تتبدل فلافل وهي في إيدك. طيب، يبقى عندنا هنا النسب بتاعها بتلتقي مع سيدنا النبي في الجد الإيه؟ الخامس. الخامس يعني هي قريبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، الست دي خدت الفضل والقدر الكبير ده كله منين؟ كانت تلقب في مكة قبل البعثة بالطاهرة، يبقى كانوا بيسموها إيه؟ طاهرة. الطاهرة. كانت من أجمل النساء، حسيبة نسيبة وقورة طاهرة. أبوها خويلد بن أسد كان من سادة أشراف قريش، فهي امرأة ذات منصب وذات جمال. تزوجت قبل سيدنا رسول الله رجلين، أحدهما يسمى عتيق والآخر أبو هالة. أبو هالة أنجبت منه ولد كان اسمه إيه؟ هالة أو هند بن أبي هالة، يبقى نقول هند أو هالة على روايتين، بس الرواية الأشهر إنه هو اسمه إيه؟ هند. هند ده اسم، ينفع اسم رجل وينفع اسم إيه؟ سيدة، لأن باي ذا واي كده الهند هي المئة من الإبل. الهند هي إيه؟ المئة من الإبل. فكان اسمه هند بن أبي هالة، اتربى في حجر سيدنا النبي، يبقى رسول الله زوج امه، يبقى احنا نسمي هند نقول عليه ربيب رسول الله. صليت على الحبيب. اسمه ايه؟ ربيب رسول. ربيب رسول
الله وهو اللي وصف سيدنا النبي وصف في الحديث بتاع سيدنا الحسن لما قال سألت أخي هندا أن يصف لي رسول الله فوصفه. ده كده خلاصة كده سريعة عن السيدة خديجة بنت خويلد. كانت سيدة ذات مال كثير وكان لها شرف وسبد عمل لها سيدنا رسول الله في مالها. ولما رجع سيدنا النبي لقيت التجارة زادت والخير عم، وكانت بعد معاه غلام اسمه ميسرة. اسمه ايه؟ ميسرة. فلما رجع ميسرة كده بيقول لها يا سيدتي خديجة رأيت من سيدي محمدا عجبا. قالت له شفت ايه؟ احكي لي. انها رأيت سحابة تظله كلما ارتحل. يعني كل ما يمشي سيدك النبي في حتة الشمس حامية تيجي السحابة ايه؟ تظله. ورأيته سمح في البيع وفي الشراء، ورأيته يعاملني معاملة ما عاملها سيد لعبد. الله الله الله، إيه ده؟ إيه ده كله؟ يبقى نمرة واحد، نمرة واحد الدرس أيها الشباب الجميل، الدين الإيه؟ المعاملة. النهاردة المسلمين في بلوى كبيرة، ربنا يعافيهم، يخبط الأرض وطلعاله هنا علامة صلاة زي خدم النسر بتاعنا بتاع شعار الجمهورية، حلوة كده ماشي؟ ويصلي كويس قوي ويصوم كويس قوي وتيجي تعامله يا لطيف يديك ميعاد النهارده يجي لك بكره، ولما يجي لك سوري اتعاملت معاه في الدرهم والدينار يا رحمن يا رحيم. ايوه مش قلت لحضراتكم الراجل اللي راح يستلك من واحد فلوس قال له بعدين بقى؟ قال ارجوك اديني فلوس. قال له طيب بص ايدي. قال له يا اخي الزول ده؟ قال له عشان انا هبوس رجلك عشان اخدها. ادينه الايه؟ المعامدين من واحد. الذي لفت نظر السيدة خديجة تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن معاملته. فراحت أول ما جه حكى لها ميسرة الكلام ده كان لها صديقة اسمها نفيسة بنت منية. قالت لها أنا عايز أتجوز محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ده درس تاني. يجوز للمرأة إذا توسمت في الرجل صلاحاً أن تطلب إيه؟ تطلب زواجه ما فيهاش حاجة، لا حرج أبداً. إيه المشكلة يعني؟ ما فيش حاجة. أي أخت عجبها أخ وحست فيه بالخلق والدين ليس هناك ما يمنع، بس ممكن توسط وسيط أنها ترغب في الزواج منه، فإن قبل قبل وإلا فلا شيء، ما حصلش حاجة. فأرسلت السيدة خديجة صديقتها نفيسة بنت منية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لم لم تتزوج؟ قال لها الحبيب ما عندي ما أتزوج به. قالت أرأيت إن عرض عليك المال والجمال والحسب؟ قال فأين؟ قالت خديجة. قال وكيف لي بذلك؟ قالت أنا أتولى هذا. قل أنت أيوه ومالكش دعوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فنعم. رجعت لها فرحة السيدة خديجة. دعا سيدنا النبي عمه أبو طالب ودعا عمه الحمزة بن عبد المطلب، لأن ما ينفعش حد ما يكبرش الكبير بتاعه. ده درس كمان صح كده يا شباب الغرب يا بتوع كندا، صلوا على الحبيب النبي. اوعى تنسى أبوك وأمك ولا تقول لا أنا لي عقل. بابا ده قديمة، ده جاي من بلد معرفش وراء الأفيال، ده أنا بفهم أحسن منه. إياك يا أخي، لأن ديننا علمنا أن وبالوالدين إحسان أو كده، واللي ملوش كبير يشتيله كبير، لازم يبقى لنا حد كبير نرجع إليه، يبقى في احترام، يبقى في تقدير. دي الأخلاق اللي ما ينفعش تزول في غرب ولا غيره، دي أخلاقنا إحنا التي لابد أن نتعلمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح جاب عمامه الاثنين، ما راحش يتجوز من نفسه، ولا انا حر انا كبير انا لي عقلي، انما اتى بعميه الاثنين وذهب لخطبه خديجه بنت خويلد، وتم الزواج المبارك الميمون بينهما. زيجه جميله مباركه طيبه. طيب سيدنا النبي كان سنه كام ساعتها؟ مين يقول؟ 25. ايه رايك؟ 25 سنة. والسيدة خديجة كان سنها كام؟ 40 سنة على أصح، هي أقوال مختلفة لكن القول المشهور إنها كام؟ 40 سنة. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيقول أعداء الإسلام كان بتاع شهوة وبيحب النساء، يعني بيحب الموضوع الجسدي والكلام الفاضي ده.